انت بتعمله ده؟ نعم حضرتك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ عملت ايه؟ ايه اللي انت بتعمله؟ انت مش شايف انت عملت ايه دلوقتي؟ هانت عليك العشاء يا زينب. انت بتصورني زينب مين وزفت مين؟ انت عبيط ولا ايه؟ هانت عليك العشاء يا زينب. وريني بس الجهاز ده كده. يا بنت يا زينب. بنت ايه؟ بنت ايه ده؟ انا شغاله عندك عشان تقولي بنت. يا زينب ارجعي. لم نفسك لو سمحت واحترم نفسك. جوزك قلب عليك الدنيا يا مين وزفت مين يا ريس؟ انت احترم نفسك، انت عارف انت بتكلم مين؟ روحي يا زينب وصورتك معايا. والله؟ هبعتها لجوزك. صورتي صورت. طب افهمك حاجه، افهمك حاجه والله. بس الجهاز هجيبهولك، هجيبهولك. طب وحيد الله صلى على النبي. اسود هجيبها لك، هجيبها لك والله العظيم. صباح الخير، الله صل على النبي. بعد كده تحترم نفسك. ماشي. ماشي، مش اي حد اللي انت تصوره. انت عبيط ولا ايه يا زينب؟ ارجعي. زينب مين وبتاع مين؟ احترم نفسك. ده انا حفيت عشانك يا عم. احترم نفسك. ده انا اشتغلت ببنزيمه يا عم. احترم نفسك. اشتغلت حلاق وفي الاخر تقولي عشان حلاق. انت اخرك حلاق، انت مفكر نفسك ايه؟ انت اخرك تشتغل حلاق. يلا يا زينب روحي، وعند امك هقول لها. امي مين يا امك؟ وافهمك حاجه والله، فاهم والله افهمك. اه يا جماعه بنقول اه بنهزر، بنهزر. انت عبيط؟ بنهزر. انت عبيط؟ امي مين وبتاع مين يا عم؟ مسك لي امي تليفون وتقول لي زينب وزينب مين؟ يا زينب يا زينب. ضرب مين يا عم الحاج انت كمان سيبني. لا 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 والله يا زينب. صباح الله صل على النبي. مشاكل يا زينب. افهمك حاجه، افهمك حاجه والله والله يا زينب. طب خلاص خلاص يا زينب اصبر، هقول لك حاجه. خوي بنهزر والله، بنهزر بالله بنهزر. وحيد الله صلى على النبي. احنا بنصور مقلب كاميرا خفيه. اقول لك كاميرا خفيه ايه بس؟ هو بتاع ايه كاميرا خفيه؟ مش عايزاها تزعل. انا موحده بالله من غير ما اشوف. صلى على النبي، صلى على النبي. يا بتاع الحلاقه انت وبتاع تليفونات. صلى على النبي يا زينب على الصلاه والسلام. يا زينب لا ما تتفاضل والله بهزر معاك. بس اسمها زينب. طب بصي وحيد الله، وحيد الله، وحيد الله. طب بصي الكاميرات اهي، بصي احترم نفسك. ايه اللي زينب وبتاع ده اللي انت بتقول فيه ده؟ وحيد الله صلى على النبي. انا عايزك تصلي على النبي. ممكن تصلي على النبي؟ قولي لا اله الا الله. لا لا الله. بنهزر معاكي. كاميرا خفيه والله. كاميرا خفيه. اه ايه يا زينه؟ كاميرا خفيه تاني انت. خلاص بقى، خلاص بقى، تعالى لي بس اقول لك. طب بصي بس. لا 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 الله محمد رسول الله. مش عايزك تزعلي والله العظيم. بس ينفع اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعه؟ انا عارف ان انا مستفز بس يعني بنت يا زينه بقى. خلاص بقى تاني انت. انا عايزك بقى باي باي للكاميرا، ولو موافقه اللي حصل ده يتزعق قولي زيه. مش موافقه مفيش اي مشكله، كفايه ذوقك والله العظيم. ده كفايه ضحكتك الحلوه دي. بس لو ضحكتك الحلوه دي تكون للكاميرا هيكون احسن كتير. بس ينفع اللي انت عملته ده؟ الصور والحاجات دي كلها تنفع؟ هيتمسح والله. ما انا مسحتها. خلاص يا زينب ما زعلتش. انا مسحتها. موافقه اللي حصل ده يتزعق يا زينب؟ يا زينب يا زينب. نزيع ولا لا؟ نزيع. مفيش مشكله يعني. مش مشكله. بعتذر لك جدا والله. حبيبي. ماشي مع السلامه. تاني انت. تاني انت يا مشكله. ماشي هسه.